واستكمالا لزياره الوفود ما كانش ده الوفد الوحيد اللي امبارح كابتن محمود الخطيب استقبله، لا استقبل كمان وفد من نادي الوحدات الاردني، وده كان في اطار العلاقات القويه طبعا بين الاهلي والانديه الشقيقه في كافه الدول العربيه وفكره تعزيز التعاون كمان بينهم. خلينا نروح نتابع. في البداية شكرا للنادي الأهلي، للقائمين على الإعلام في النادي الأهلي، شكرا لرئيس مجلس الإدارة الكابتن الخلوق محمود الخطيب. زيارة مهمة وتاريخية لنادي الوحدات وبداية تعاون إن شاء الله مثمر، ليست اتفاقية وحبر على ورق ولا بروتوكولات رسمية بعيدة عن كل هذا الموضوع، سيكون هناك عمل على أرض الواقع. تم التنسيق من هذه الزيارة منذ فترة طويلة لكن ظروف منعت الناديين يكون في اجتماع سريع، لكن إن شاء الله ستكون هذه بداية مثمرة للتعاون على أرض الواقع. اليوم تم طرح العديد من المواضيع مع الكابتن الخطيب فيما يخص في تعاقدات اللاعبين، هل ممكن الوحدات يستفيد من اللاعبين في النادي الأهلي خصوصا ما عندهم فرصة بالفريق الأول، ممكن يستفيد منهم الوحدات بدل ما نتعاقد مع لاعبين غير معروفين؟ لا، اليوم النادي الأهلي موجود وهو يعني نادي احنا بنفتخر فيه بالأردن، نادي يعشق الملايين صراحة كما يعشق الوحدات الملايين، يعني اليوم ناديين جماهيريين اليوم إذا اتحدت القوى أكيد في نتائج على الأرض قوية جدا. طلعنا على التجربة الاستثمارية في النادي الأهلي وكيف يتم تسويق شعار نادي الأهلي وهو الأهم، وطبعا تجربة ناجحة فعليا وقوية جدا، إن شاء الله الوحدات يستفيد منها بشكل إيجابي ومهم، يقدر يستفيد من شعار نادي الوحدات بشكل أفضل. اليوم في الوحدات عنده متجر إلكتروني وطريقة تسويق معينة، لكن لازم نطلع ونرتقي بالفكر للمستوى اللي اليوم شفناه في النادي الأهلي في موضوع التسويق واستغلال الشعار بطريقة فضلة. هذا بداية التعاون إن شاء الله، راح تكون العديد من المجالات سيتم توقيع اتفاقية قريبا جدا بعد ما حطينا الأطر والخطوط العريضة لهذه الاتفاقية، واتفاقية تعاون فعلية على الأرض. وتم دعوة النادي الأهلي لزيارة الأردن ولعب مباراة ودية مع نادي الوحدات، وجماهير نادي الوحدات وجماهير الأهلي في الأردن متشوقين لإخواننا المصريين وبالخص النادي الأهلي على الأراضي الأردنية. يعني نادي الأهلي نادي متكامل، يمكن هذا المقر واحد من أربع مقرات في محافظة واحدة، وهذا إنجاز يحسب للنادي الأهلي. يعني بصراحة منظومة متكاملة، قاعات رياضية مجهزة للاعبين بكل النشاطات المختلفة، ملعب للتدريبي، صالات مختلفة للألعاب الفردية والألعاب الجماعية. الاهتمام بالجانب الاجتماعي في النادي الأهلي مهم جدا بصراحة، وجود العائلات ودعمهم للنادي هذا غير أنه مصدر دخل للنادي، لكنه فعلا مهم جدا يكون في عنا يعني مرافق وأنتم تهتموا بالأعضاء الموجودين. بالعكس تجربة جميلة جدا، وإحنا نتمنى أنه هذه التجربة تنتقل للأردن، عندنا شيء مصغر لكن سيتم تفعيلها بشكل أكبر إن شاء الله في الأيام القادمة. النادي الأهلي جماهيريته عالية جدا، إحنا اليوم نعتبر جمهور نادي الوحدات وجمهور نادي الأهلي جمهور واحد، بتعرف أنا بعتبرهم نادي الشعب، نادي الطبقة الوسطى لكنها الكادحة والفعالة والمحبة والعاشقة لكرة القدم. اليوم احنا لما يكون في بطولة وفيها النادي الأهلي جماهير الوحدات بتحضر المباريات وبتشجع النادي الأهلي كما هو الحال في الأردن، معظم الإخوان المصريين في الأردن برضو عاشقين وكانوا مع نادي الوحدات وداعمين لنادي الوحدات في البطولة الآسيوية، العلاقة قوية جدا. وإن شاء الله لما يكون في مباراة وقريبا راح تكون ان شاء الله مع النادي الاهلي الوحدات في الاردن، راح تشوف هاي العشق الجماهيري اللي موجود بين الجمهور الوحدات للنادي الاهلي.